السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شهوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم فلون كراميل في الفران، كيجي رائع بزاف بزاف، وصفه زوينه نوجدوها للوليدات دابا. هكايا سهرانين كيقراو، يعني هكا ياكلوا حويجات اللي هما مشتاقينها، امال فين كنشريوها لهم جاهزه. فهذه هي الفرصه، بقى في دارك ووجد شهيوات لوليداتك اللي تعوضك انك تخرج باش تقداها اليوم او لا تشريها اليوم. فاليوم غادي نعطيكم مع فلون كراميل في الفران، فيه ثلاثة ديال البيضات، فيه نص سترو ديال الحليب ونص سترو ديال الكريمة السائلة. اللي ما عندوش لا كريم فريش او لا القشدة طرية او لا الكريمة السائلة، عوض ما يدير نص سترو حليب ونص سترو قشدة طرية، يدير يطرو حليب. يعني انا كنعطي الوصفة ونعطي البديل اللي معها، يعني باش ممكن نعوضه. فكيف قلت انا غندير نص سترو حليب ونص سترو كريم فريش، اللي ما عندوش لا كريم فريش يديرو مباشره يطرو ديال الحليب ويكمل المكونات الاخرى. غادي نحتاجو سكر فاني، غنحتاجو 3 المعالق كبار ديال السكر، غادي نحتاجو 3 المعالق كبار ديال الحليب المجفف نيدو. اللي ما عندوش تاني نيدو يعوضو بالنشا، جوج معالقات عفوا. صافي هادو هما المكونات، وقلت ثلاثه البيضات. وغادي نحتاجو الكراميل، ممكن توجديه في الدار او انا عندي جاهز، غادي ندير في الغامكا الكراميل الجاهز. فاول حاجه غادي ندير هي غادي قلت ثلاثه البيضات، اول حاجه غادي ندير غادي ناخذ الحليب، غادي ناخذ لاكريم فريش، ممكن ديرو حتى ديال العبار، لكن انا ديال العبار ما تتصبرش، داكشي علاش انا كناخذ ديال العبار نخدم بها، ودائما عندي العلبه في الدار. نسطرو حليب نسطرو قشده طريه، اللي ما عندوش ممكن يدير يطرو حليب مباشره. غادي نديرو دابا فوق البوطه، نشعل عليه العافيه، وغنديرو فوق النار غير ماشي غلا، تكون جايه قريبه تطلع فيه الغليه. المهم كيسخن ديك الساعه غادي نطفيو عليه، وحنا غادي نكملو طريقه التحضير. فدابا غادي ندوزو لتتمة التحضير. البنات كيسولوني بزاف واش عندي الدجاج في الدار. عندي، راه هو داكشي علاش كتسمعوا، هانتو سمعوا راه كيدير معكم حتى هو تثبيت الحضور، راني موجود في الفيديوهات. غادي ندير الفاني تقريبا واحد جوج كيس ديال السكر فاني، لانه هو اللي كيحيد الزفوره، ممكن تعوضوا حامض ولا قشره ديال البرتقال. غادي ندير ثلاثه المعالق ديال السكر، ممكن ديروا غير جوج، المهم السكر على حسب الذوق. غادي ندير جوج معالق، انا غندير ثلاثة، نتوما ديروا غير جوج، اللي ما عندوش يدير جوج معالق نشا. غادي نخلطهم مزيان، غنديرهم هكا فرضيين يعني في هاد لي غامكا. فاللي ما عندوش ممكن يدير غير مول ديال الكيك ولا مول ديال الزاج عائلي. فهنا كيف كتشوفوا مني سخن ليا الحليب، فغادي نبدا نضيفوه بشويه بشويه، وانا كنخلط باش ما يطيبش ليا البيض.
كنبقى نخلط فيه هكا بسرعه كيف قلت لكم باش ما يطيبش لكم البيض. دابا غادي نجيب واحد الصفايه وغادي نصفيه، ضروري تصفيه باش ما يبقاو لا تكتلات لا والو. غادي نصفيه، كتصفيه مره ولا زوج. فيه والو، وغادي نعاود نصفيه المره الثانيه. دابا غادي ناخذ هاد لي غامكان ديالنا، دابا ها هو واجد. دابا غادي ناخذ لي غامكان ديالنا وغادي نعمرهم. ولكن قبل ما نعمرهم غنجيب الكغامل، فهنا كيف كتشوفوا انا عندي الكغاميل واجد، فما غاديش نطيبو. علاش؟ لانه عندي، فاللي ما عندوش غادي تاخذوا كاس ديال السكر وديروه فوق البوطه حتى يولي عندكم كغاميل مع واحد المعلقه ديال الماء، شوفوا، وتخليوه حتى يولي عندكم كغاميل وتخويوه مباشره في هاد لي غامكان ديالكم. اولا فاش غديروه نتوما مول عائلي ولا مول فردي. سنكملهم كاملين وغادي نبدا نعمرهم، نخوي هذاك لاباغاي ديالنا ولا الخلاطه ديالنا فيهم. فهاد الشيء كيعجب الوليدات بزاف، وحتى ممكن دابا رمضان جاي سهرات ديال السهرات بحال هكا، واخا هاد شنقول لكم فهاد الظروف، ولكن كنحاولوا نتماشاو مع الوقت رغم ان القلوب ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. فغادي ناخذ دابا الخلاطه ديالنا، ونعمر لي غامكان ديالي بحال هكا. حتى نكملهم كاملين، وعاد غادي نتلاقاو باش ندويو على طريقه الطياب. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كملت عمرتهم كاملين، فدابا غادي ناخذ الماء غليان وغادي نخويه في الطاوه ديالنا اللي دايره فيها انا هاد لي غامكان، وغادي نخليهم يطيبوا في بان ماغي. انا غادي نديرهم في فران الضو، فران الضو غندير درجه الحراره على 180، وغادي ويكون شاعل عليهم من الفوق ومن التحت، وغادي نخليهم من 45 دقيقه حتى لساعه، يعني حتى كيبان لينا راه يعني قصاح وما بقاش تيتحرك، صافي في ديك الساعه راه كيكون واجد. غادي ندخلو انا الفران دابا وغادي نتلاقاو باش نشوفوه في الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. هنا الفلون بعد ما طاب، فانا خدا ليا ساعه ديال الوقت على درجه حراره 180 وشاعله عليه من الفوق ومن التحت كيف كتشوفوا. الطريقه باش نعرفوا انه طاب، فاش دوز الساعه، راه ملي كتولي ساعه يعني راه طايب مزيان. كناخذ واحد القطيب وغادي نتكو فيه، ها انتم كيخرج ناشف، فمعناه ان الفلون ديالنا طايب. فانا دابا وجدته، فاش وجدت الفطور في الصباح، وانا كنوجد الفطور قبل ما نفطر، طيبته وخشيته في الفران. دابا غادي ندخلو للثلاجه وغادي نخليه اطول ممكنه، 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع، فانا ما غنبغي حتى العشيه، داكشي علاش وجدته الصباح، يبرد مزيان باش يقبط لينا مزيان مزيان مزيان. وغادي نتلاقاو باش تشوفوا كي غيجي الشكل النهائي ديالو ملي غادي يعني نقلبوه في الاطباق ديالو. غير جربوه، الريحه وهو كيطيب في الفران رائعه بزاف بزاف. انا غندخلو للثلاجه وغادي نتلاقاو. كتشوفوا الفلون كراميل ديالنا من بعد ما خليته برد مزيان مزيان، فدابا انا كنقلب فيه في الطبيصلات. فكناخذ لو فلون كراميل ديالي وكنبدا كنلعب به بحال هكا، يعني كندور شويه
باش منين نبغي نخويه في الطوسيل. هانتو هانتو راه كيهبط بكل سهوله، يعني ما كيلصق ما والو، فكيجي غزال بزاف. بغيتكم تجربوه، شي حاجه زوينه للوليدات، والمذاق غزال بزاف. كيف قلت الا ما بغيتوش ديروا لاكريم فريش ممكن ديروه غير يطرو ديال الحليب نيشان، يعني نبدا نلعب بيه هكا ندور شويه صافي، وكنجيب الطبق اللي غادي نقدم فيه. حركه بسيطه بحال هكا كنقلبوا صافي عادي. هذا هو لو فلون ديالنا ديال اليوم، نتمنى يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه، لانه فعلا كيستحق انكم تجربوه كيف ما انا جربته وعجبني. كيف قلت اللي ما عندوش الحليب لا كان فريش يديروا كلها حليب، اللي ما عندوش نيدو او الحليب البودره يدير النشا كيف ممكن، ما يدير لا حليب بودره لا نشا وكيجي مزيان. فإلا عجبكم لو فلون ديال اليوم او لا الدسير ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو، واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله. غادي غير نوريكم كيجي في القوام ديالو. انتم الى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله.